السلام عليكم. في ده عايز احل السؤال ده. بيقول لي ايه هي الفاليوز بتاعت الكنترول سيجنالز المختلفه فور ايتش اوف ذا فولوينج انستراكشنز. عندي شويه انستراكشنز دي وعايز اشوف الكنترول سيجنالز تايم كنترول يونت بيساوي كام لكل واحده فيهم. فهو سؤال نوعا ما بسيط يعني. تعال كده نشوف واحده واحده. نبدا واحده واحده. ريجستر ديستنيشن اللي هي دي اللي هو داخل في الماكس ده. طيب الماكس ده بيحدد لي انا هكتب فين في ريجستر فايل. فلو القيمة دي بواحد هدخل الانستراكشن من 11 ل 15 اللي هي مين؟ اللي هي الار دي. ماشي، يبقى لو واحد هدخل الار دي ولو زيرو هدخل الار تي. فيبقى انا لو انا ار تايب عايز ادخل الار دي يبقى عايز ده يبقى واحد. ماشي، ايلس عايزه يبقى زيرو. طيب انا لو ار تايب في الاد عايز ده يبقى واحد عشان انا ار تايب. في الاد ايميديت واللود وورد دول اي تايب صح؟ وعايزين يكتبوا في الريجستر فايل فاخليهم زيرو، لان انا في الحقيقه عايز اكتب في الار تي في دي وفي دي. طيب بالنسبه للستور وورد والبرانش ايكوال، الاثنين انستراكشنز دول مش عايزين يكتبوا حاجه اساسا في الريجستر فايل، فهو كده كده مش فارق معايا الادرس اللي يخش ده ولا ده، مش فارق معايا خالص، لان كده كده اصلا الريجستر رايت سيجنال هتكون بزيرو، فالحقيقه هو مش فارق معايا، فبنفضل نحطها اكس اللي هي دونت كير، علشان ده ممكن يسمبليفاي اللوجيك بعد كده يسمبليفاي الهاردوير يعني. طيب بالنسبه للبرانش، البرانش سيجنال في حاله البرانش هتكون 1 else هتكون 0. طيب ليه هنا دول بصفار مش دونت كيرز؟ علشان لو يعني معنى ان هو دونت كير ان هي ممكن تكون 1 صح؟ فلو تصادف ان البرانش دي ب 1 لو انا حطيتها ب 1 ماشي؟ فلو تصادف ان في اي وقت من الاوقات الاوتبوت بتاع الاي اللي طلع ب 0 دي هتبقى ب 1 هي كمان، فهلاقي ان البرانش ب 1 ودي ب 1 فهبرانش وانا اصلا مش عايز ابرانش، فده ما ينفعش يكون دونت كير. ما ينفعش يكون دونت كير غير لو انا متاكد ان هي مش هتاثر عليا سلبا ولا ايجابا ولا مش هتاثر عليا باي شكل من الاشكال يعني. طيب الميموري ريد سيجنال مش هتكون ب 1 غير لو انا عايز اريد من الميموري. فين بريد من الميموري؟ فين؟ في اللود وورد. يبقى انا هتكون هنا ب 1. لا مش ده، ده. طيب else هتكون ب 0. عكسها الميموري رايت هتكون ب 1 في الستور وورد وهنا هتبقى ب 0. طيب الميم تو ريج ده اللي هو الراجل ده صح؟ ميم تو ريج السيجنال دي. طيب السيجنال دي لو ب 1 هعدي اللي طالع من الميموري يتكتب في ريجستر فايل، ولو ب 0 هعدي اللي طالع من ال يو. يبقى انا اذا لو انا لود وورد، لو انا لود وورد عايز ده يكون ب 1 عشان اعدي اللي طالع من الميموري. في الاد والاد ايميديت عايز اعدي اللي طالع من ال يو يتكتب في ريجستر فايل. طب بالنسبه للستور وورد والبرانش ايكوال برضو الاثنين دول مش مهتمين بالكتابه في ريجستر فايل خالص، فالحقيقه مش فارقه معايا يكون 1 ولا 0 لان كده كده الريجستر ديستنيشن ده هيكون ب 0 فكده كده مش هتفتح في ريجستر فايل. طيب ال يو سورس اللي هو مين؟ اللي هو ده الراجل ده. لو ب 0 هعدي الار تي للال يو، بينما لو ب 1 هعدي الساين اكستندد بتاع. طيب فانا لو ب 0 يبقى انا ار تايب صح؟ الار تايب بعدي الار اس والار تي، فيبقى انا لو ار تايب عايز اكون ب 0. طيب الاد ايميديت عايزه الساين اكستندد اوت عايزه الكونستنت، واللود وورد عايزه الكونستنت بجمع البيز على الاوفست، ده برضو عايز الكونستنت بجمع البيز على الاوفست. والبرانش ايكوال، البرانش ايكوال بتقارن اثنين ريجسترز ببعض ماشي، فهي عايزه تقارن الار اس بالار تي، ولو الار اس بيساوي الار تي هتطلع بزيرو. يبقى اذا البرانش ايكوال عايزه الار اس والار تي. البرانش ايكوال صحيح بتستخدم الساين اكستندد فاليو بس بتستخدمها فوق هنا، بتعملها شيفت ليفت وتجمعها على البي سي بلس 4، انما هنا بدخل الار اس والار تي وبطرحهم من بعض. يبقى انا عايز يكون ده بزيرو عشان اعدي الار اس والار تي. ريجستر رايت ده بيحدد اذا كنت هكتب في ريجستر فايل ولا لا. فاي حاجه بتكتب في ريجستر فايل هتكون ب 1، فالاد ب 1 دي ب 1 لود وورد ب 1. الستور وورد مش عايزه تكتب او ما ينفعش تكتب، مش بس مش عايزه، هي ما ينفعش تكتب، لو كتبت هيبقى غلط، لو كتبت هبوظ الداتا اللي عندي في الريجستر فايل فده غلط. والبرانش ايكوال برده ما بتكتبش. تمام، يبقى انا كده خلصت حل السؤال ده. تمام.